أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هو الجمعة الموافق 1/2 عام 1455 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 18/9/2053 من ربع السيد المسيح عليه السلام. رقم الحلقة 527 بعنوان آل محمد. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا دخل فصل تقريبا الخريف، وفي المناطق الجبلية الشمس تكون حارقة، فواتشاوت يعني ينتبه الإنسان، ضربات الشمس في الوقت هذا خطيرة جدا جدا. طبعا ما نجد في القرآن الكريم آل محمد، ما نجد ولا آل، يعني آل محمد ما ليست موجودة. لماذا؟ طبعا الرسول له نسب معروف يعني، لكن لماذا لم ترد في القرآن كلمة آل محمد؟ نجد مثلا آل إبراهيم، آل عمران، آل لوط، آل فرعون. دعونا لنرى أين ذكرت هذه الآيات التي تتكلم عن هذا الآل، ونشرح ما هو الآل. طبعا آل إبراهيم ذكرت في سورة النساء آية 54. دعونا أن نذهب سورة النساء آية 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طيب نأتي لآل عمران، سورة آل عمران في سورة آل عمران آية 33. نذهب إلى سورة آل عمران آية 33. هنا يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذكر هنا آل عمران. نأتي إلى آل فرعون، ذكرت في البقرة، طبعا سورة البقرة آية 49 و50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر وأنجيناكم من وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني ذكرت آل فرعون. نأتي إلى سورة آل عمران، لنجد نذكر آل فرعون. سورة آل عمران آية 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذاب آل فرعون والذين آمنوا والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. آل لوط نذكر سورة الحجر 59/60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأتهم قدرنا أنها من الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون. إذا ذكرت هنا سؤال، ما نجد آل محمد في القرآن، بينما هنا ذكر حتى آل فرعون
يعني وغيرها. حتى لا يكون الإسلام توارث أو ريش للرجل، لا يكون دين عنصري. ما فيش اسمها أنا من أهل البيت ولا من أهل البيت ومن الأشراف والسادة، هذه دعوات جاهلية باطلة ما لها سند. فعلشان يقطع دابرهم القرآن يقول ما في آل محمد، من رسول الله نسب من بني هاشم من قريش، لكن لم يأتي هنا آل محمد. لهذا أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن نعرف أن موسى عليه السلام بعث لبني إسرائيل وكذلك عيسى، واليهود الآن لا يدعون لدينهم. لماذا؟ ما يقبلونك تدخل الدين إلا أن تكون يهودي الجنس يعني النسب. ولهذا القرآن الإسلام دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافة للناس بصيرا ونذيرا. إذن يجب أننا نقطع الطريق على من ينتسبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا فخرا لهم وتعالى على الآخرين. فليس هناك شيء اسمه أشراف أو سادة، ما فيه. وهذا الذين يقولهم سادة أشرف لا يستطيعون أن ينتسبون لأي قبيلة في الكوكب هذا، سواء قبيلة عربية أو غير عربية، لأن هذا نسب عمل. مثلا تقول أنت شريف يعني نسب شرف، يعني لو ارتكبت خطأ خل بشرف ما عادلك نسب. والسادة فكلنا السادة. إذن هنا ما حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول أنا من الأشراف، ولا كانت قريش تقول أنا من الأشراف ولا من السادة. هذه دعوة باطلة جاهلية، أهلها ضالعين النسب فينتسبون للمجهول. وهذا أنا أنصح الذين يقولون هذا أن يعودون إلى نسبهم الحقيقي إن كان لهم نسب، وإن ليس لهم نسب فهذه مشكلتهم، ليس مشكلتهم. لكن هذا القرآن ليس هناك آل محمد، وهذا يدل على أن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان أتباعه بلال الحبشي وصهيب الرومي من كل الأجناس. وحتى أن أبو جهل وأبو لهب أمام الرسول ما لهم علاقة بالنسب ولا كفروا بالله، مدانون وهم في النار يعني. فما لا نقول أنا فلان ابن فلان، هذه دعوة للتفقه الأحساب، وأنا فلان. يا أخي أنت إيش أنت؟ أنت ماذا؟ أنت طين وستة عشر عنصر وترجع 16 عنصر، ليس إلا في غير كذا. والناس تذهب إلى باريها، فبلاش تفاخر أنا فلان ابن فلان. فإذا أنت فلان ابن فلان ابن فلان، ورنا عملك الذي يرفعك أو يخفضك. أما يقول أنا فلان، طيب أنت فلان أبوك كان طيب وفعل مجد وكذا، لكن أنت اثبت أنك ولد أبوك، ولد البط عوام. فإذا أنك ولد أبوك فتلقاك تقلد أبوك في الطيبة وفي العلم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الظلم، وقف سد من يعب بقد ما تستطيع لنصرة المغلوب. هذه الرجولة. وهذه أما أنا من آل فلان وهذا فلان، تعال هذه دعوة باطلة وقبيحة وضيعة، ما تليق بإنسان يحترم نفسه أن يقول هذا الكلام. وحتى لو أنت فلان ابن فلان فإحنا مخلوقين، يعني أنت في الأخير مخلوق. حتى الأسد أنا فلان ابن فلان، وكما يقول كم من أسد مخلفة بساسة وشبه هذا، يعني مع احترامي للحيوانات. يعني يجب أننا وأنا ضد هذا الشيء، يقول فلان مثل الحيوان كذا، إلا إذا أخذ صفة من صفاته التي تليق به وتليق بالحيوان. الحيوان الكلب تليق به أنه يلهث، لازم يلهث عشان يبرد على جسمه، هذه خاصية الله حطها فيه ولازم. فإذا أنت إنسان أتصل بصفة ما يفيه تكون صافية لا تليق به صافية قريبة. طبعا أعتذر على إطالة من التواصل
نتيجة الأشغال وكذا، لكن إن شاء الله في حلقات مركزة إن شاء الله نتبين من خلالها ما قد نكون نمشي على غير هدى. فنحن هنا في هذه الحياة لا نزال نفتش، وكلما اكتشفنا أننا مخطئون فطبعا سنرجع من الخطأ. وهناك مقولة تقول فتشوا الكتب التي تكون لكم فيها حياة، والقرآن يذكر هذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل فأتوا بكتاب هو أهدى منه هذا. يعني فأخوكم سيد بن شعبة يعني معاش ناس الذين يرون، فلازم أكرر الاسم وأكرر الجوال من أراد التواصل أو طرح بعض الأسئلة نستطيع أن نجيب عليها، وإن لا نستطيع فنقول لا أعلم. أخوكم في الله سعيد بن ظافر بشعر القحطاني، الجوال 0-0-9-66-5-0-1-6-5-70-2-1-5 للاتصال بالخارج واتس، ومن الداخل 0-50-1-6-5-70-2-1-5. حتى ألقاكم حلقة أخرى، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.